بعد سنين من غياب الجماهير عن الملاعب المصرية، النداءات رجعت تاني عشان خاطر الجمهور يرجع، لكن يا ترى رأي الشارع ايه في رجوع الجماهير؟ تعالوا نشوف. ايه رأيك في عودة الجماهير مرة تاني؟ والله يا ريت الجماهير ترجع. والله نفسي ترجع للملعب. طبعا حاجة كويسة. مفيش أي مشكلة إنهم يرجعوا. لازم الجماهير ترجع عشان هو يعني اللعيبة أصلا كانت بتلعب عشان الجماهير، دلوقتي مبقاش في جماهير، حاسس إن مبقاش في لعب. بصي هو الجمهور هو الكورة يعني. مش كورة أصلا من غير جمهور، والرياضة مينفعش تبقى من غير جمهور. يعني ازاي حضرتك تشوفي بره مثلا في الدوري الاسباني ماتش مثلا لبرشلونه وريال مدريد ينفع يتلعب من غير جمهور؟ تبقى جريمه بره. وما فيش اي مشكله انهم يرجعوا، بس يرجع بكل احترام، مثلا ما فيش مشاكل، ما يحصلش اي حاجه، وما فيش اي مشكله انهم يرجعوا. وما فيش مانع ان الجمهور يرجع، بس يعني يرجعوا يبقى في نظام، يعني هو يبقى في نظام واحترام للكره في مصر هتبقى كويسه. بس هو الجمهور لما بيرجع يعني بيبقى فيه شغب. انا مع عوده الجماهير. لازم جماهير، لان مفيش كوره بدون جماهير، هي اللي بتدي طعم الملعب وتحسسك كده تتفرج على الكوره وتمتعي، لكن بدون جماهير مفيش حاجه. هو لو غير من غير الجمهور كره يبقى ملهاش طعم، غير كده يعني اللعيبه يبقى ليهم دافع، يبقى انه يلعب يقدم لفريقه لما يشوف جمهوره موجود. فانا لازم عوده الجمهور دي. لا ليه؟ مش عارف، بيبوظوا اللعب وخلاص، حتى لو هي ليها فايده برضه بيبوظوها. انت ما بتشتاقش، مش عايز ترجع تتفرج على الكوره في الاستاد تاني؟ الواحد يتفرج في البيت بقى، يقعد مريح على السرير كده وينام وهو بيتفرج، عشان يبقى حتى يحلم بالماتش. ما فيش كوره من غير جمهور، لازم الجمهور يرجع. هما لو هما يعني شايفين ان ممكن يحصل شغب او من جمهور، طب يعني هو اصلا الكونفدراليه او بطوله افريقيا هتتلعب، الاتحاد الافريقي اصلا لازم ماتشات الجايه تلعب بجمهور، فالامن اللي يقدر يامن ماتش في جمهور في افريقيا يامن ماتش في الدوري. اكيد طبعا هيكون في فرق هناك لما يرجع الجمهور، هنوصل البلد الثانيه ان احنا في امان واطمئنان وكده يعني. الجماهير هي اصلا نروح الملعب، من غير جماهير ما فيش كوره، واللي بيحصل اصلا الدوري اللي بيلعبوه ده ملوش اي لازمه من غير جماهير. موافقة على عودة الجماهير الملاعب مرة تانية ولا لا؟ لا. ايه؟ عشان كانوا بيعملوا مشاكل مش عارفه ايه، وما كانش بيخلونا يعني نستمتع بالكوره، فانا من رايي لا. طبعا لو رجعت الجماهير نشتغل احسن من الاول. ايوه تمام، انا عايز يرجعوا كل حاجه، عشان مش هينفع الفريق يلعب من غير جمهور وكده برضه، عشان التشجيع برضه وزياده حماس وكده.